صباح جديد يا جماعه، انا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين على شاشه الثانيه وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبشبابها وبابنائها المخلصين. صباح الفل يا طارق. صباح الخير يا اهلا وصباح الخير على حضراتكم، ونتمنى يا رب يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله. اعتقد انه مش الشباب بس، ولكن مصر كلها انظارها تلتفت يوم 4 ان شاء الله لمنتدى شباب العالم كله. هيكونوا موجودين اكتر من 3000 شاب موجودين هنا على ارض مصر من كافة انحاء العالم. ايه الفكرة، ايه الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها؟ لما الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر انه يكون في منتدى شباب العالم عشان يجي ويشوف ويكتشف مهارات وافكار ورؤى مختلفة عن شبابنا، ونوصل هذه الرسالة، رسالة السلام للعالم كله، اعتقد انه من اهم الرسائل اللي ممكن ان هي توصل للعالم كله ان هنا في شباب ناضج واعي بيفكر لبلده، بيفكر لنفسه، متطور، مطلع على كل التكنولوجيا اللي موجودة على مستوى العالم، يمتلك من العلوم والثقافة الكثير. ده على عكس ما يشار انه الشباب مش موجود، الشباب مش اخد فرصته. الجزئية دي من اهم الجزئيات، وانا اتخيل انه هنشوف، يعني انا هسميها نهلة، مباراة ما بين الشباب بعضهم وبعض، سواء اللي جاي من كافة انحاء العالم او الشباب المصري، وهنشوف قد ايه التطور في الفهم، وانه يكون هناك هدف حطه قدامه هذا الشباب عشان يوصل بيه وينمي بلده من خلال هذا الهدف. يا رب ان شاء الله يكون مؤتمر ناجح باذن الله. من النهارده بدات الوفود تتجه الى شرم الشيخ، سواء للمشاركه في منتدى العالمي للشباب اللي هيقام على ارضها من 4 ل 10 نوفمبر، بحضور عدد كبير جدا من شباب العالم يمثلوا مختلف دول العالم، بالاضافه الى الشباب المصريين، بهدف بعث رساله محبه وسلام وتنميه من ارض مصر الى العالم كله. كتير جدا من المحاور وجلسات العمل وورش العمل هتقام من خلال هذا المنتدى، هتناقش الارهاب، هتناقش الهجره، مساله اللاجئين، مساله التكنولوجي الحديث، كيفيه صناعه قيادات للمستقبل، وكلها موضوعات مهمه جدا لان الشباب هم قاده المستقبل بالفعل. باذن الله هيكون في محاكاه كمان لمجلس الامن وللهيئات الدوليه من خلال شبابنا، 60 شاب من دول العالم كلهم هيمثلوا مجلس الامن المصغر عندنا في شرم الشيخ، واكيد هيطلعوا بتوصيات هامه جدا. نتمنى النجاح والتوفيق ان شاء الله للشباب المصري ولشباب العالم في التالف، واحنا محتاجين نعرف بعض ومحتاجين ان احنا نقرب من بعض اكتر، علشان احنا في الاساس بيجمعنا اساس واحد، الانسانيه، والانسانيه دي معنى نبيل جدا عاوزين نفعله من شرم الشيخ من مصر. صح صح، الإنسانية وإنسانة العالم، إنه يعود مرة تانية، تعود بينا المشاعر الجيدة وطريقة التعامل، أسلوب الحياة، الإحساس بينا وبين بعض، إزاي بنتكلم، إزاي بنعامل بعض. نبعد شوية موضوع المصلحة الخاصة والشخصية، أنا أتخيل إنه ده هيقرب كتير بينا وبين شعوب العالم كله. وزي ما بنقول دايما يا جماعة، إدوا فرصة للشباب، خلي الشباب يتحرك، حطوه في مواقع قيادية، هتلاقوها وتنبهروا، لأنه الشباب هو الحركة والطاقة والأفكار الجديدة والمختلفة دائما. فإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح بكل المقاييس بإذن الله. زي ما قالت نهلة في البداية، الوفود ابتدت تيجي على مصر هنا، وإن شاء الله يكون في استقبال جيد وحافل لهؤلاء الشباب. النهاردة عندنا مبادرة، وأنا أتخيل أن هذه المبادرة تأخرت كتير، وتأخرت كتير لأنه سؤال أهم، إحنا ليه بنتجوز؟ يمكن سنة الحياة، هذا أمر الله، أمور كتير جدا بتحصل. أنت ممكن تكون في الشغل فبتقابل صديقة ليك أو زميلة ليك بيحصل إعجاب، فبتقوم بتقول أنا عايز أرتبط بيها، فبتروح تتجوز. هل الأمر بيتوقف عن أنت حبيت هذا الشخص أو حبيتي هذا الشخص، ولا الأمر بيتوقف على أن هناك حياة جديدة، أسرة بتتبني، أولاد بيبقوا موجودين، حياة أنت بتبنيها وبتحط أفكارك فيها، وبتبتدي أنك أنت تشوف أفكارك دي بتكبر قدام عينيك، عايز تطلع نماذج محترمة، المجتمع محترم يعيشوا فيه، هنا بناء الأسرة. طيب إحنا عندنا علم بده، عندنا أفكار نقدر نوصلها لولادنا اللي إحنا بنفكر نجيبهم، عندنا إزاي هنعرف نمشي حياتنا؟ كل ده بيحصل على مستوى العالم وبقاله فترة طويلة جدا، بيحصل زي ايه؟ عملية تنمية مهارات في الجزئية دي،
بتعرف انت ايه اللي ليك وايه اللي عليك في هذا الزواج. كورسات، فصول سموها، معرفش ايه اللي بيحصل، لكن المبادرة دي بتتكلم عن التأهيل قبل البناء. فالتأهيل للزواج ده مهم جدا، وانا اتخيل انه مع الحوار على المجتمعي ان احنا نتكلم فيه، انه نسب حالات الطلاق عالية جدا، فعشان نوصل ان احنا النهاردة نفهم الناس اللي داخلة تتجوز وتعمل اسرة وتبني اسرة، مش سهل ان هي تتهد بكلمة وخلاص كل واحد يروح لحاله. وربما وده بيحصل كتير، انه في اطفال ملهاش اي ذنب. ده اللي هنعرفه في مبادرة النهاردة مع الدكتورة خلود زين، مستشارة العلاقات الاسرية. كمان اتساقط مع الكلام عن الشباب وعن شباب العالم ورغبتنا في انهم يقربوا من بعض، هنتكلم النهارده عن احد منتديات الشباب اللي اقيمت في روسيا من حوالي اسبوع واستمرت حوالي 10 ايام، وحضر فيها 20,000 شاب من 180 دولة على مستوى العالم حضروا هذا المنتدى، وناقشوا كتير من العلاقات الاقتصادية والسياسية وتقاربوا على المستوى الثقافي، وعرضوا أفلام تسجيلية بتمثل بلادهم وبتروج للسياحة، وكان في 100 شاب وفتاة مصرية تم اختيارهم وسافروا روسيا لتمثيلنا في هذا المنتدى للشباب اللي بيقام في روسيا سنوياً. والحقيقة إن الشباب دول كانوا متنقيين بشكل جيد جدا وقاموا بتمثيلنا وشرفونا، والرئيس بوتين كرم بعض الشباب المصري في هذا المنتدى. احنا النهاردة مستضيفين بعض الشباب اللي سافروا ومثلونا في هذا المهرجان الدولي للشباب اللي مقام في روسيا من حوالي أسبوع، وحنشوف إيه اللي تم هناك في هذا المنتدى، إيه أهم الموضوعات اللي تم مناقشتها، إزاي قاموا بالدعاية لمصر، لأن كان في أفلام تسجيلية ووثائقية للدعاية للسياحة المصرية، وكان في عروض فنية، وكان في كمان عزف جميل هتسمعوه معانا النهاردة من خلال ضيوفنا. النهاردة بيسعدنا إن احنا نستضيف بعض من شاركوا في هذا المنتدى في روسيا وشرفوا، ومنهم وعلى رأسهم طبعا الفنان منير نصر الدين، عميد معهد كونسرفاتوار سابقا وعازف الكمان الشهير، الأستاذة نسرين عبد الحليم صاحبة الفيلم التسجيلي للترويج للسياحة عن مصر في هذا المهرجان، والفنان التشكيلي أحمد عبد الفتاح اللي تم تكريمه بواسطة بوتين في هذا المهرجان. هيكونوا معانا دول نواة شباب، يعني مثال للشباب المصري اللي شرفنا هناك، واللي إن شاء الله هيكون شباب مثله في منتدى الشباب العالم اللي هيقام في شرم الشيخ، واللي بنتمنى إن شاء الله أنه يكون ناجح جدا بإذن الله. ودي فقرتنا الثانية النهاردة إن شاء الله. بعد الفاصل هنلتقي بحضراتكم سريعا ونشوف هذا